أعلن الهلال الأحمر المصري عن إطلاق قافلة الإغاثة الثانية إلى ضحايا زلزال سوريا، والتي تشمل المواد الأولية مثل البطاطين والمراتب والخيام والمستلزمات الطبية وشنط الإسعافات الأولية. مزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة مراسلة النيل، مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، بعد التحية انقلي لنا الصورة لديك وآخر تفاصيل قافلة الإغاثة. نعم، بعد التحية، كما ذكرت نتواجد بمقر الهلال الأحمر المصري لنتابع معكم تفاصيل العملية تجميع المساعدات بشكل مستمر ليتم إرسالها إلى الشعب السوري لمساندته في طبعا هذه الأزمة المدمرة وهو الزلزال. يعني منذ قليل كان هناك مؤتمر صحفي تم الإعلان فيه عن إطلاق قافلة الإغاثة الثانية، هذه القافلة التي يتم فيها تجميع عدد من المواد الأولية التي هي أولوية والحاجة الأكبر للشعب السوري. نتحدث عن، كما ذكرت، البطاطين، الخيام، أيضا إلى جانب ذلك بيتم تجميع مستلزمات الطبية والكحول وكل اللوازم الخاصة بالمستشفيات في الجانب السوري. هذه القافلة ستنطلق مساء اليوم، كما أكد لنا أعضاء الهلال الأحمر الذين يعملون بشكل مستمر كما تحدثوا منذ 3 أيام لتجميع كل مستلزمات هذه القافلة التي سيتم إرسالها مساء اليوم. في نفس التوقيت أيضا بيتم العمل على تحضير قافلة الإغاثة الثالثة ليتم إرسالها أيضا بشكل يعني قريب بعد هذه القافلة. نتحدث عن 100 طن من المساعدات حتى الآن، هي إجمالي المساعدات التي تم تجهيزها ليتم إرسالها إلى الجانب السوري. نتحدث عن أيضا أكثر من 1000 متطوع فقط هنا في القاهرة، ولكن إجمالي يصل إلى 45,000 متطوع في مختلف المحافظات المصرية يعملون على مدار الساعة ليتم تجهيز المساعدات، إلى جانب أيضا المساعدات العينية. هناك حملة أطلقها الهلال الأحمر المصري لتجميع المساعدات المادية وحمل التبرعات ليتم شراء عدد أيضا من اللوازم والمواد التي يعني سيتم إرسالها إلى الجانب السوري. هناك أيضا جسر تواصل مستمر بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر السوري لمعرفة كل النواقص التي يعني يحتاجها الهلال الأحمر السوري ليتم تجهيزها فورا وإرسالها إلى الجانب السوري. هناك أيضا عدد كبير من المتطوعين كما ذكرت يعملون على تجهيز كل هذه المواد الأولية، يقومون بفرز الملابس وأيضا يقومون بتجهيز كل هذه مواد الإغاثة ليقوموا بإرسالها. فإذن هو عمل مستمر يعني تقديم كافة أشكال المساعدة للجانب السوري. مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم، أشكرك جزيل الشكر.